بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الموضوع الذي نتحدث عنه في هذا اللقاء المبارك موضوع مهم لكل مسلم، ألا وهو موضوع توحيد العبادة الذي هو صلب العقيدة الإسلامية، وهو الأساس الذي ينبني عليه الدين وتصح معه الأعمال وينجو به المؤمن. اتحر يفوز بالجنة ورضوان الله سبحانه وتعالى. وإن موضوعا كهذا الموضوع يجب الاهتمام به والعناية به ليعلم ويعمل به، التوحيد أيها الإخوة هو اعتقاد وحدانية الله سبحانه وتعالى وانفراده سبحانه وتعالى فالتوحيد مصدر وحد توحيدا، بمعنى أنه اعتقد أن الله واحد لا شريك له، وهو نوعان إجمالا. النوع الأول توحيد الربوبية، ويسمى بتوحيد المعرفة والإثبات، ومعناه اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لكل شيء. وبعبارة مختصرة، توحيد الربوبية هو توحيد الله تعالى بأفعاله سبحانه وتعالى من الخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الأمور في السماء والأرض وفي الكون كله من أوله إلى آخره. فلا أحد يشارك الله سبحانه وتعالى في شيء من ذلك، فلا أحد يخلق مع الله، ولا أحد يرزق مع الله، ولا أحد يقدر مع الله سبحانه وتعالى ويدبر مع الله، بل هو الذي انفرد بذلك كله. وهذا النوع يقر به جميع الأمم، مؤمنهم وكافرهم. فالكفار يقرون بتوحيد الربوبية كما ذكر الله تعالى عنهم ذلك في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض
أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى يؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا يهدى ما لكم كيف تحكمون مثل قوله تعالى قل لمن السماوات والأرض إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون ومثل قوله تعالى ولئن سألتهم يعني الكفار يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولئن سألت الكفار الذين يعبدون الأصنام والأحجار والأشجار ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم وقال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون إذن فالكفار كانوا معترفين بتوحيد الربوبية تماما والله تعالى يتحداهم في كثير من الآيات بأن يبين هل أحد خلق مع الله سبحانه وتعالى شيئا أروني ماذا خلقوا من السماوات أم لا أروني ماذا خلقوا من السماوات والأرض وكما قال سبحانه وتعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه والآيات في هذا كثيرة لو تتبعناها لاستغرقت وقتا طويلا ومن أراد معرفتها فالقرآن موجود ولله الحمد بين أيدينا ومن ذلك نعرف ونعلم أن المشركين كأبي جهل وأبي لهب وأضرابهم من أئمة الكفر كانوا مقرين بتوحيد الربوبية إقرارا تاما ولم يدخلهم ذلك في الإسلام ولم يخرجهم من حظيرة الكفر والشرك فالإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يكفي والاعتراف بالربوبية لا يكفي حتى إبليس الذي هو رأس الكفر والضلال معترف بأن الله ربه قال ربي بما أغويتني ويحلف بالله فيقول فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ولم ينكر توحيد الربوبية أحد من البشرية إلا من تظاهر
بإنكاره في الظاهر ومع اعترافه به في الباطن كفرعون. فرعون ادعى الربوبية وجحد وجود الرب سبحانه وتعالى، وادعى أنه رب الناس كما حكى الله تعالى عنه أنه قال أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. فهذا الإنكار منه إنما هو في الظاهر، لكنه معترف في الباطن وقرارة نفسه أنه كاذب في دعوى الربوبية، وإنما أراد أن يغرر بالناس. وإلا فكل عاقل يعلم أن أحدا من الخلق لا يستطيع، لا فرعون ولا غيره، أن يخلق مثقال ذرة في الكون، لا يستطيع أن يدبر شيئا من أمور السماوات والأرض، لا يستطيع أن ينظم الأفلاك الشمس والقمر. ولهذا قال له موسى عليه السلام ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات اسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت، قال موسى عليه السلام لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. ففرعون يعلم أن ما جاء به موسى حق وأنه من عند الله، ولكنه كابر وعاند في الظاهر كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. هذا هو توحيد الربوبية، وكل العالم من أولهم إلى آخرهم مقرون به، إلا من تظاهر بالجحود مع اعترافه في الباطن بأن الرب سبحانه وتعالى الخالق الرازق هو الله عز وجل. ولهذا لما ناظر إبراهيم عليه الصلاة والسلام ناظر الجبار المعطل في ذلك ماذا قال؟ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال يعني الجبار أنا أحيي وأميت. وهذا من باب المغالطة، لأنه لا يقصد أنه يوجد الحياة وأنه يوجد الموت، لكنه يقصد بذلك كما ذكر المفسرون أنه يأتي بشخصين قد استحق القتل فيقتل أحدهما ويعفو عن الآخر، فالذي قتله يقال أماته والذي عفى عنه يقال أحياه. أما إيجاد الحياة في الجسم وسلبها من الجسم هذا لا يقدر عليه إلا الله، لكن إبراهيم عليه السلام أراد أن يدمغه بحجة لا يقدر أن يكابر فيها. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. هنا لا يستطيع الجبار أن يدعي أنه يأتي بالشمس من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فعرفنا من هذا أن جميع الأمم حتى الجبابرة والمعطلة
يقرون بتوحيد الربوبية، لكن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، لأنه لا يكفي الاعتراف بتوحيد الربوبية، فلا بد من النوع الثاني وهو توحيد العبادة أو توحيد الألوهية، ومعناه إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، من الدعاء فلا يدعى إلا الله عز وجل، والصلاة والذبح، قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبيحتي التي يذبحها تقربا كالأضحية والهدي والنذر، الصدقة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. وكذلك الخوف والرجاء والرغبة والرهبة والتوكل والاستعاذة والإنابة والاستغاثة وجميع أنواع النذر من ذبح وصدقة وصلاة وصوم، كل أنواع العبادة يجب إخلاصها لله عز وجل، فلا يدعى غير الله عز وجل، ولا يصلى لغير الله عز وجل، ولا يذبح لغير الله عز وجل تقربا إليه، ولا يخاف ولا يرجى ولا يتوكل إلا على الله سبحانه وتعالى، ولا يرغب ويحب محبة العبودية إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا النوع الذي هو توحيد العبادة هذا جحده أكثر الخلق، أكثر الخلق جحدوا توحيد العبادة وعبدوا غير الله سبحانه وتعالى، عبدوا الأشجار والأحجار والقبور والأضرحة والجن والشياطين، عبدوا أنواعا كثيرة، وحياة الناس اليوم وحياة العالم اليوم تعج بكثير من الوثنيات التي لا تخفى. هذا كله شرك في توحيد العبادة، وهذا النوع هو الذي دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإن الرسل كلهم دعوا إلى توحيد الألوهية وهو إفراد الله تعالى بالعبادة بجميع أنواعها بأن لا يصرف منها شيء لغير الله، فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك، الشرك الأكبر المخرج من الملة، وإن كان يقول لا إله إلا الله بلسانه، وإن كان يدعي أنه مسلم بلسانه، فإذا كان يصرف شيئا من العبادة لغير الله، كان ينذر للقبور والأضرحة والأولياء والصالحين، أو يذبح لهم، أو يطوف بقبورهم، أو يتمسح بتربتهم، فهذا هو الشرك الأكبر، هذا صرف للعبادة لغير الله سبحانه وتعالى. كل الرسل جاءوا يدعون إلى هذا النوع، جاءوا يدعون إلى توحيد العبادة ويطالبون الأمم بأن يفردوا الله بأنواع العبادة. ولقد بعثنا، يقول الله جل وعلا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت
فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. أن يعبدوا الله يعني أخلصوا له العبادة واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت المراد به ما عبد من دون الله عز وجل، مأخوذ من الطغيان وهو مجاوزة الحد. فكل ما عبد من دون الله من شجر أو حجر أو بشر، إذا كان البشر راضيا بالعبادة من دون الله، إذا عبده الناس ورضي بذلك أو دعاهم إلى ذلك فإنه طاغوت. أما الذي يعبد من دون الله وهو لم يرضى بذلك ولم يدعو الناس إلى ذلك فهذا ليس بطاغوت. فقد عبد المسيح عليه الصلاة والسلام نبي الله وهو ينهى عن عبادة غير الله، يقول إذا سأله الله يوم القيامة: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، لأن العبادة حق لله سبحانه وتعالى، ليست حقا للمسيح ولا لمريم ولا لأي مخلوق. ما قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إذن في المسيح عليه السلام لم يرضى أن يعبد من دون الله، وكان ينهى عن ذلك، كان ينهى عن ذلك، كما في قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالذين عبدوا من دون الله وهم لم يرضوا بذلك وكانوا ينكرون ذلك في حياتهم، هؤلاء لا يتناولهم الذم، لا يتناولهم الذم، لأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا الناس، ولكن الناس أساءوا من بعدهم. إنما من عبد وهو راض بذلك هذا هو الطاغوت، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لأن العبادة الله لا تصح مع وجود الشرك. حتى لو أن الإنسان يصلي الليل والنهار ويحج كل سنة ويعتمر كل شهر ويتصدق بأمثال الجبال من الأموال، لو كان يفعل ذلك مع أنه يشرك بالله فإن عمله باطل، كما قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولما ذكر رسله أو جملة من رسله في سورة الأنعام قال سبحانه وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك يحبط جميع الأعمال والعياذ بالله، لا يصح معه عمل. ولهذا قال: أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لم يقتصر على قوله اعبدوا الله، بل قال: ولا تشركوا به شيئا، لأن العبادة لا تصح مع وجود الشرك، مع وجود الشرك فيها. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله هذا نفي لجميع المعبودات وإبطال لجميع المعبودات ولجميع الشركيات، إلا الله
هذا إفراد لله سبحانه وتعالى بالعبادة. فكلمة لا إله إلا الله مثل قوله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله هذا هو معنى الإثبات إلا الله، واجتنبوا الطاغوت هذا هو معنى النفي لا إله. وكما في قوله تعالى وإن قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، هذا معنى لا إله إلا الله. إنني براء مما تعبدون هذا هو معنى النفي في لا إله إلا الله. إلا الذي فطرني هذا هو معنى الإثبات في لا إله إلا الله. هذا هو توحيد العبادة، وهذا النوع هو الذي دعت إليه الرسل. قال نوح عليه الصلاة والسلام لقومه اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال هود عليه السلام اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال صالح لقومه اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال شعيب لقومه اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن دعوات الرسل كلها منصبة على الأمر بتوحيد العبادة، وتوحيد العبادة هو حق الله سبحانه وتعالى على العبيد، كما في حديث معاذ الذي في الصحيح قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله، قال أتدري ما حق العباد ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق العباد قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. إذن حق الله على العباد هو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. لا تقف عند قوله أن يعبدوه لأن هذا ما يكفي، ولا يشركوا به شيئا، لا بد من الأمرين، من وجود العبادة والبراءة من الشرك. وهذا الحق حق الله جل وعلا هو أول الحقوق، أول الحقوق حق الله سبحانه وتعالى، ثم يأتي بعده حق الوالدين، ثم يأتي بعده حق القرابة، ثم حق اليتامى والمساكين، كما في آية الحقوق العشرة وهي قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هذه عشرة حقوق في هذه الآية، أولها حق الله سبحانه وتعالى. وكما في قوله تعالى في قصة لقمان وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، فذكر حق الله أولا ثم حق الوالدين، لأن حق الله مقدم على كل الحقوق. وكما في آية الوصايا العشر من آخر سورة الأنعام قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه وصايا عشر يقولون أجمعت عليها الشرائع، أجمعت الشرائع السماوية على هذه الوصايا العشر، هي في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن
وأولها الوصية بحق الله سبحانه وتعالى وبعهد الله أوفوا، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. فهذه الوصايا العشر أول وصية فيها الوصية بحق الله سبحانه وتعالى. إذن ما العلاقة بين توحيد الربوبية الذي عرفناه وبين توحيد الألوهية؟ نقول نعم، العلاقة أن توحيد الربوبية دليل وبرهان لتوحيد الألوهية. فإذا كان الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو المدبر لجميع شؤون الكون، فإنه هو الذي يستحق العبادة. فتوحيد الربوبية برهان على أنه يجب أن لا يعبد إلا الله سبحانه، يقدر على الإحياء والإماتة، هذا لا يصلح للعبادة، وإنما الذي يصلح للعبادة هو الله سبحانه وتعالى. وهكذا في القرآن الكريم نجد أن الله سبحانه وتعالى يذكر توحيد الربوبية ليستدل به على وجوب توحيد العبادة، كما في أول آية في القرآن، وهي قوله تعالى أول نداء في القرآن في سورة البقرة، وهو قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لاحظوا معي أنه سبحانه أمر أولا بتوحيد العبادة، اعبدوا الله، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا توحيد العبادة. ثم استدل عليه بقوله الذي خلقكم، هذا توحيد الربوبية، والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا، يعني شركاء، وأنتم تعلمون أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر هذه الأمور إلا الله سبحانه وتعالى. فهل هذه المعبودات التي يعبدها الناس قديما وحديثا، هل هي تقدر على خلق شيء في السماوات أو في الأرض؟ تقدر على خلق ذرة؟ لا، لا تقدر على خلق ذرة. إذن هي لا تصلح للعباد. أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفلا تذكرون؟ والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أن أيان يبعثون. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. فالذي يشرك مع الله أحدا من خلقه لم يقدر الله حق قدره، حيث إنه ساوى الضعيف العاجز بالقوي القادر سبحانه وتعالى، ساوى بين الخالق والمخلوق، ساوى بين القادر والعاجز، ساوى بين الرب والعبد، ما قدر الله حق قدره. فالمشركون ما قدروا الله حق قدره، إذ لو قدروه حق قدره لم يشركوا به أحدا في عبادته سبحانه وتعالى. فالذي يستحق العبادة هو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر الأمور. هل الأصنام تقدر على تدبير شيء في السماوات أو في الأرض، سواء كانت أصناما جمادات أو كانت أصناما من البشر كالذين يعبدون
الأولياء والصالحين أو كانت من الشياطين أو من الملائكة أو من جميع المخلوقات، كلها لا تقدر على خلق شيء في السماوات ولا في الأرض. إذن فتوحيد الربوبية هو برهان على توحيد الألوهية، وهو وسيلة وطريق إليه. فمن وقف مع توحيد الربوبية وترك توحيد الألوهية هذا لا يعتبر موحدا ولا يعتبر مؤمنا ولا يعتبر مسلما، لأن الكفار كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ولم ينفعهم ذلك، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعترفون بما اعترفوا به من توحيد الربوبية. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها أو إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله سبحانه وتعالى. مع أنهم يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، الرسول يطالبهم بأن يقولوا لا إله إلا الله، فدل على أنهم ليسوا مسلمين وأنهم لم يعترفوا بأنه لا إله إلا الله، لأنهم يعبدون من دون الله الأصنام والأنداد. ولهذا لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. يعني لما طالبهم أن يخلصوا العبادة لله وحده وأن يتركوا عبادة الأصنام تعجبوا من ذلك، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، يعني يطلب منا أننا نترك الأصنام ونترك عبادة الأوثان ونخلص العبادة لله، هذا شيء عجاب. لم يعرفوه بل أنكروه غاية الإنكار. إذن فالفاصل بين المؤمن والكافر هو الاعتراف بتوحيد الربوبية بتوحيد الألوهية، أما توحيد الربوبية فالكل معترف به، المؤمن والكافر والمشرك والموحد كلهم يعترفون بتوحيد الربوبية، لكن افتراق الطريق هو عند توحيد العبادة. هذا هو الذي ظل فيه أكثر الأمم، وهذا هو الذي أوجب لجميع أو لكثير من الخلق أوجب لهم دخول النار، ولم ينفعهم اعترافهم بتوحيد الربوبية. فهذا أمر يجب أن نتفطن له غاية التفطن ونهتم به غاية الاهتمام. نحن عندما نصلي إذا قرأنا سورة الفاتحة التي قراءتها ركن في كل ركعة، ماذا نقول؟ نقول: إياك نعبد وإياك نستعين. نعاهد الله سبحانه وتعالى ألا نعبد إلا إياه ولا نستعين إلا به سبحانه وتعالى. هذا عهد بين العبد وبين ربه، يعاهد الله في كل ركعة من صلاته فريضة أو نافلة ألا يعبد إلا الله ولا يشرك به شيئا. فمن الناس من يفي بهذا الوعد ويخلص العبادة لله سبحانه وتعالى، ومن الناس من لا يفي بهذا الوعد فيشرك مع الله في عبادته زاعما أن أحدا يجلب له النفع أو يدفع عنه الضر من المخلوقين الأموات أو الأحياء أو الأشجار أو الأحجار. هذا أمر عظيم أيها الإخوة الكرام، يجب أن نتفطن له، لأنه هو الأساس المصحح لجميع العبادات. وأول ما يجب على العبد أن يتعلمه هو توحيد العبادة، يعرف كيف يعبد الله سبحانه وتعالى، يعرف ما الذي يصحح العبادة وما الذي يبطلها. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فأمر بأن يعلم أن لا إله إلا الله قبل كل شيء،
ومعنى فاعلم أنه لا إله إلا الله يعني تعلم معنى هذه الكلمة، تعلم معنى هذه الكلمة، لأنها ليست لفظا يقال باللسان من غير معرفة لمعناها ومن غير عمل بمقتضاها. كثير من يقولون لا إله إلا الله، لكن هل يخلصون العبادة لله؟ هل يفون بمعنى لا إله إلا الله؟ هذا لا يمكن أن يقوم به إلا من عرفه أولا، إلا من عرفه أولا حتى يمكنه أن يقوم به. أما الذي يجهل معنى لا إله إلا الله فهذا حري ألا يفي بمعنى هذه الكلمة وألا يعمل بها، لأنه جاهل بمعناها. والجاهل لا يمكن أنه يعمل عملا صحيحا وهو على جهل. ولهذا في آخر سورة الفاتحة أيضا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ هم الذين ذكرهم الله في قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم أهل معنى لا إله إلا الله، وهم أهل توحيد العبادة. غير المغضوب عليهم، من هم المغضوب عليهم؟ المغضوب عليهم هم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به، كاليهود مثلا. وكل عالم لا يعمل بعلمه فهو مغضوب عليه بحسب ما ترك. قد يكون الغضب والعياذ بالله غضبا شديدا، أو قد يكون غضبا دون ذلك بحسب ما ترك من الحق الذي يعلمه. ولا الضالين، من هم الضالون؟ هم الذين يعبدون الله على الجهل وعلى الضلال، كالنصارى مثلا. وكل من تعبد على غير علم وعلى غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ضال، لأن الضلال معناه الضياع عن الطريق الصحيح. الإنسان إذا كان يمشي مع طريق في البر مثلا، ثم إنه ترك الطريق فإنه يضل عن الطريق، وربما يقع في مهالك، وربما يقع في مخاطر، لأنه أخطأ الطريق، هذا يسمى ضالا. كذلك من ترك طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وعبد الله على جهل هذا ضال والعياذ بالله. فنحن ندعو الله عز وجل أن يهدينا طريق المنعم عليهم، وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. المنعم عليهم هم الذين جمعوا بين العلم والعمل، والمغضوب عليهم هم الذين أخذوا العلم وتركوا العمل، والضالون هم الذين أخذوا العمل وتركوا العلم. هذا سبيل النجاة. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأترك المجال إذا كان في شيء من الأسئلة، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.